ازيكم يا جيش برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الاحد 25 ابريل. أنت أكثر ميلاً للمخاطرة في حياتك العاطفية. ترى العالم بوجهة نظر رومانسية للغاية، وهذا قد ينعكس على إنتاجيتك اليوم. حالة مفاجئة من البهجة والانطلاق تسيطر عليك وتنعكس إيجابياً على حالتك النفسية. ولمضاعفة هذه الحالة، احرص على أن تحصل على جرعة كافية من أشعة الشمس. عاطفيا، كن الشخص الرومانسي الحالم الذي كان يحلم شريكك أن يجده دائما. إذا ظهرت مشكلة بسيطة بينكما اليوم، حاول حلها بهدوء كي لا تكبر. مهنيا، كن حذرا من حولك، ولا تعطي المزيد من الثقة في من لا يستحق. عليك أن تعمل بقدر أكبر من التركيز حتى تصبح أكثر تميزا. صحيا، قد تجهل كل ما هو صحي ومفيد لجسدك. اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الأخصائيون من برامج الصحة والغذاء. توقعات برج الثور للرجل. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة، والله مع الصابرين. تشير إشارات برجك إلى أن يومك قد يكون حافلا في أكثر من ناحية. انجز عملك بهدوء ولا تقتصر في واجباتك. قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة، فحاول أن تجده. توقعات برج الثور للمرأة. قومي بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. أنت تسعين لثقة وتفاؤل وتعملين على تحفيز الآخرين بصفة خاصة. عاطفيا، تحاشي التورط في قضية شائكة. تبدين في موقع مناسب، لكن حاولي مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك. لا تعتمدي على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة.